السلام عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على كيكه بارده او تحليه بمكونات جد بسيط، والاهم انها لذيذه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال الطبقه الاولى اللي غادي نحتاج فيها جوج بيضات بحراره المطبخ، نص كاس ديال الزيت. دائما غادي نعبر نفس المكونات بنفس الكاس اللي هو كاس العنبه اللي فيه 160 مليلتر. عندي قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال السكر سنيده او سكر الخشن، نص كاس ديال الحليب، عندي كاس ونص ديال الدقيق، كاكاو المر فيه 7 غرام يعني تقريبا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، خميره الحلوى او بيكن باودر 8 غرام، وفاني. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. دابا خديت اناء غادي نهرس فيه جوج ديال البيضات، غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، سكر سنيده، فاني، وغادي نطرب كل شيء مزيان. كيف تشوفوا معايا الخليط ديالي ضاعف الحجم ديالو ولا اللون ديالو ابيض. غادي نضيف دابا الزيت، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب. دائما هاد المكونات غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نخلط كل شيء مره اخرى مزيان. غادي نزيد خمارة ديال الحلوى فيها 8 غرام، كاكاو معلقة كبيرة ديال الكاكاو، وغادي نزيد كذلك الدقيق بشويه بشويه في نفس الوقت تنخلط. غادي نتاكد ان الخليط مخلط مزيان يعني جميع المكونات منسجمه مع بعضياتهم، الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل. دابا خديت المول دائري، ممكن تاخدو اي شكل عندكم. دهنتو بالزبده غير شويه ودهن ورشيت عليه الدقيق. غادي نحط فيه الخليط ديال الكيكه. صافي، غادي ندخلها الفران وتلقاو ان شاء الله بعد ما تطيب. دابا غادي ندوز الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها. عندي هنا نص اطرو ديال الحليب، ثلاثه معالق كبار ونص ديال الكريم باتيسير، وعندي هنا فلون بنكهه البنان. الا استعملتو، انا استعملت هذا الحجم الكبير اللي تيكون اصلا فيه السكر يعني ما غاديش نحتاج نضيف السكر مره اخرى. الا استعملتو فلون صغير اللي ما تيكونش فيه السكر غادي تزيدو السكر على حسب الذوق، تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار. دابا غادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. غادي نضيف ثلاثه معالق كبار ونص ديال كريم باتيسير، واحد ده جوج ده ثلاثه ده ونص ده ثلاثه ونص. غادي نضيف كذلك فلون بنكهه البنان. صافي، غادي نخلط كلشي مزيان ونديرو فوق البوطة باش يعقد.
دابا مره درتو فوق البوطه، النار تكون متوسطه، مره كنخلط باش ما يهبطش لينا داك الخليط لتحت. صافي الخليط ديالنا هو عاد كيف كتشوفوا، غادي نطفي عليه. كيف كتشوفوا معايا كيكه حتى هي راه طابت وخليتها حتى بردات تماما. غادي نخوي فيها الخليط اللي درنا ديال كريم باتيسير والفلون. وغادي نوزعوا على كيكه كامله. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجة حتى كتبرد تماما باش ندوزو ندورو الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه او الاخيره غادي نحتاج واحد 4 اترو ديال الماء. عندي فلون ديال الشوكولات، ممكن تستعملوا فلون صغير ديال الشوكولات. هنا عندي اصلا فيه السكر، ما غاديش نحتاج نزيد السكر. الا درتو الفلون الصغير كتزيدوا واحد ملعقه كبيره ديال السكر او لا ملعقه ونص. وعندي معلقه كبيره ونص ديال النشا، ممكن تعوضوه بالكريم باتيسير. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقه التحضير. غادي نضيف معلقه كبيره ونص ديال النشا. لا لا غادي نخلط كل شيء مزيان. صافي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيقول لك بحال هكا. غادي نديرو فوق البوطه حتى كيغلى ويبدا يعاد شويه ونطفي عليه. صافي كيف كتشوفوا معايا دابا الخليط ديالي ها هو عاد. شوفوا ماشي خليتها حتى بردات 100%، غير شدات راسها، يعني كنحط يدي ما كتلصقش ليا الخليط، كتكون واحد القشة. صافي غادي نخوي دابا الخليط، نخويه فوق المعلقه. بالنسبه لهاد الساشي اللي وريتكم راه كتخلط مع نص اترو ديال الماء اولا نص اترو ديال الحليب. انا فضلت نديرها مع 4 اترو ديال الماء باش النكهه ديالها تجي قويه شويه، وفي نفس الوقت اللون حتى هو يجي بحال هكا، يجي يعني فوق غامق شويه. دابا صافي غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد تماما ونطلعوا ان شاء الله من بعد. دابا من بعد ما بردات مزيان الكيكه ديالنا او التحليه، كناخذوا البنان اللي سبق لي حضرته معكم في المجمد. كيف شفتوا اللون ديالو ما كيتغيرش نهائيا. هنا خديت جوج بنانات، الوحده كتبقى معزوله بوحدها، وغادي نقطعها. غادي نقطعها دوائر. غادي نحط الكيكه ديالي من بعد ما بردات مزيان، غادي نحطها في طبق التقديم. دابا حيدتها من هاد المول ديالها، كتشوفوا كتجي على هاد الشكل. غادي نحطها وغادي ندير لها التزيين النهائي اللي غادي يكون بسيط. غادي ناخد الدوائر ديال البنان، كندوزهم على الجناب. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا كيف كتشوفوا. كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.